يعني اللقاء النهاردة كان مبشر في شرم الشيخ ما بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بنيت، ويبدو أن هناك تفاهمات جيدة حول إعادة إعمار غزة، حول الدعم الإسرائيلي لغزة، حول تثبيت وقف إطلاق النار، حول البدء في مفاوضات. تقييم حضرتك لهذا اللقاء إيه؟ يعني مصر بصراحة ترعى منذ طبعا سنوات، ولكن كان هناك تركيزا خلال هذا الشهر لتحريك العملية السياسية. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية تولي اهتمام خاص بالقضية الفلسطينية وفي قطاع غزة بالتحديد. زيارة رئيس وزراء الاحتلال اليوم إلى مصر جاءت بناء على دعوة من مصر لإعادة تحريك الملف السياسي. دعنا طبعا نؤكد لكل السادة المشاهدين أن حكومة نفتالي بنت هي حكومة تتحدث صراحة أنها لا تؤمن بالحل السياسي، وهي لا ترى أن حل الدولتين هو حل منطقي. لكن خلال هذه القمة تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل واضح أن السلام لا يتحقق إلا بحل الدولتين وضرورة قيام الدولة الفلسطينية. صحيح أننا لم نسمع تصريح من نفتالي بنت يتحدث عن ذلك، ولكن حديث فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي واضح، الرسالة واضحة للاحتلال الإسرائيلي بضرورة أن يكون هناك حلا عادلا للقضية الفلسطينية وإيجاد رؤية اتجاه تحريك عملية السلام، وأيضا الحديث المطول حول تثبيت التهدئة وعدم اختراقها من جانب الاحتلال وإعادة طبعا إعمار قطاع غزة. لدى القيادة المصرية دور في إعمار قطاع غزة، رأينا في حرب مايو الماضية كيف تحركت مصر بشكل كبير جدا لوقف هذه الحرب، وحدما مصر على إرسال لصفقة مساعدات طبية أيضا مباشرة، أجهزة ومهندسين وفنيين لإعادة إعمار قطاع غزة. هذا ما تم بصراحة حتى اللحظة، هناك طواقم فنية مصرية تعمل قطاع غزة لإزالة الركام وبناء طبعا وإعادة إعمار قطاع غزة، والأمور أعتقد تسير تجاه الرؤية المصرية الواضحة تجاه هذا الملف بشكل كامل. وغزة تنظر لها مصر بأنها جزء من منها القومي، وهي تعيش غزة حقيقة تعتبر في غلاف الأمن القومي المصري. إضافة أن القضية الفلسطينية بشكل عام تتعامل معها مصر بأنها قضيتها وتولي اهتمام كبير، لذلك ستجد الحب والتقدير من الشعب الفلسطيني لمصر قيادة وشعبا لاهتمامهم وبذل جهد كبير جدا من أجل حق دمائهم والحفاظ على القضية. دكتور أيمن، اسمح لي أسأل حضرتك عن الفلسطينيين أنفسهم، يعني هل أنتم متفائلون بالمكانة اللي وصلت لها مصر دلوقتي، اللي تقدر من خلالها ان هي مش هنقول تملي على اطراف، لكن نقول تقدر ان هي تصل بقوة لتفاهمات خاصة بالسلام، خاصة بمفاوضات مباشرة، خاصة باحترام قرارات الشرعية الدولية؟ يعني ايه تقييمكم لهذا الامر؟ وهل هل يعني تقييمكم دي كلمة تسري على كل الفلسطينيين؟ بالتأكيد تسعى كل الفلسطينيين، لأنه بالتجربة المريرة التي مررنا بها خلال أكثر من 70 عاما من الصراع مع الاحتلال ثبت بشكل واضح أن لا حرب ولا سلام إلا بواسطة مصر. عودة مصر لقوتها التي نراها الآن في المنطقة هو قوة للقضية الفلسطينية. ودعني أخي الكريم نذكر كل السادة المشاهدين، نذكر أنفسنا أن في اليوم الأول الذي استلم به الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر تحدث أن من يريد أن يكافح الإرهاب عليه أن يجد حلا عادلا للقضية الفلسطينية. قوة مصر بالتأكيد هي قوة للقضية الفلسطينية. من لا ينظر بهذه الزاوية بالتأكيد هو غير عربي وغير فلسطيني، لأنه نحن نرى الاهتمام المصري الكبير جدا بالقضية الفلسطينية. رأينا أقل تقدير في الحربين الأخيرتين، لا أريد أن أقول لك في كل تاريخ صراعنا مع الاحتلال الدور والجهد المصري. عندما تعود مصر قوية فتية أنا بالتأكيد أدرك أن القضية الفلسطينية ستجد من يدافع عنها، وهذا من منطلق واضح وصريح بأن القيادة المصرية والشعب المصري ينظر أن القضية الفلسطينية قضيته. قوة مصر بالتأكيد هي قوة لنا، ورأينا مصر التي وقعت اتفاق سلام مع الاحتلال الإسرائيلي في 78 كيف حافظت على أن تبقى القضية الفلسطينية قضية حية، في حين أن دول وقعت بعد ذلك مثل دول الخليج لا تنظر للقضية الفلسطينية بأنها قضيتها كما تفعل مصر. مصر تستغل كل حدث رغم اتفاق السلام للتأكيد على أهمية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.